نروح عبر سكايب مع الصحفي البرتغالي برونو فرنانديز، واحد من الصحفيين المهمين جدا بجريدة ريكورد البرتغالية. هيكلمنا عن فشل صفقة يعقوبو مع النادي الأهلي، إيه اللي حصل اللي خلى يعقوبو ما يكملش مع النادي الأهلي. حضراتكم عارفين طبعا معلومات عن الإصابة والكشف الطبي وخلافه، بس إيه اللي خلاه أو اللي وصل المرحلة دي؟ هل هو فعلا عنده إصابة تمنعه أنه يلعب مع النادي الأهلي؟ عنده إصابة تمنعه من إتمام التعاقد؟ والأهلي خلاص أعلن أنه صرف النظر عن هذه الصفقة، ولكن برونو معاه كثير من التفاصيل، صحفي بجريدة ريكورد البرتغالية الشهيرة. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. أهلا وسهلا، صباح الفل، صباح الخير. مشرفنا ومنورنا. معلوماتك إيه عن فشل هذه الصفقة في النادي الأهلي؟ إيه الأسباب اللي أدت لي فشل هذه الصفقة؟ هل هو فعلا كان يعاني من إصابة مزمنة خليته ما يبقاش موجود، أو إصابة أو تكرار للإصابات ممكن تخليه موجود مش موجود مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاية؟ أهلا بكم. طبعا ده شرف لي أن أنا أتكلم معاكم. المعلومات اللي عندي أن يعقوب لما راح لمصر هو كان خلاص بيتكلم في آخر العقد أن هو يخلص العقد، ودخل على فعلا الفحوصات الطبية، بس فعلا هو اتضح أن هو عنده مشكلة في الركبة، وأن الركبة حصل فيها مرتين عمليات، والأهلي فعلا صرف نظر لأن الإصابة فعلا قوية، وطلبنا أكثر طلبوا أكثر من فحوصات، وبعد كده بدأوا يتكلموا في الماديات، وقالوا إن المطلوب في اللعيب ده مبلغ كبير جدا، بس طبعا قالوا هنخلي الكلام في العقد أو الكلام في التعاقد معاه نسيبه لحد آخر الموسم. وطبعا هو ممكن فعلا كان يعمل فرق مع الفرقة، بس نقول ان احنا قالوا ان هم هيسيبوا الكلام دلوقتي في ان هم يتعاقدوا معاه لحد اخر الموسم، علشان يبقى هو استشفى، علشان يقدر يساعد الفرقة بطريقة مظبوطة. طبعا هو كان متحمس جدا ان هو يدخل الاهلي، وكان متحمس جدا للتعاقد، والناس كلها كانت بتبص على العقد دوت، وبتبص على ان هو يروح يلعب في واحد من احسن الفرق في افريقيا، وده طبعا كان هيزود لمشواره الكروي. وطبعا بدا عليه الاستياء، ان هو ما بعد الفحص الطبي ظهرت الاصابه، وان هو مش هيقدر يلعب في الاهلي، واتقال ان هو يعني هو زعل اتضايق جدا ان هو مش هيقدر حتى يلعب من الجزء الثاني من الدوري، وقال خلاص اوكي هنشوف احنا هنعمل ايه. طب الاهلي حاول بعد كده ان هو يستعيره لمده 6 شهور، بس ده لم يلاقي اي اعجاب من اللعيب، لان ده ما كانش هيساعده كويس جدا، لان هو كان ما كانش هيساعده في مشواره. فدلوقتي في الوقت دوت الاهلي ما بقاش بيفكر بتفكير جدي ان هو يتعاقد مع اللاعب. طيب الموقف بالنسبه للنادي بقى، النادي ريو افي موقفه ايه من عوده اللاعب ليه مره اخرى؟
عزيز راح لعب الماتش بتاع النهارده، بس هو كان بقاله اسبوع كان في مصر، بس دلوقتي هو النهارده هو دخل اللعبه بتاعته الاوليه وكان في الاستاد. ودلوقتي هو هيرجع البرتغال علشان النادي بتاعه يستقبله تاني ويلعب تاني، بس طبعا دلوقتي الدنيا هتبقى صعبة شوية ان هم ياخدوا القرار هل هو هيدخل يلعب ولا لا. بس في اكتر من نادي تانيين بيقدموا عروض للعيب، منهم اكتر من نادي في روسيا، بس افضل نادي كان مقدم عقد هو كان الاهلي، وبعدين اتقال خلاص احنا ان هو هيتساب شويه او هيدوله وقت شويه لحد ما يرجع تاني للفورمه علشان يقدر يدخل النادي. بس في اكتر من نادي تاني مقدمين له عروض، وطبعا في خلال الفتره بتاعته او في خلال الدوري دلوقتي مع الفرقه بتاعته في البرتغال هو جاب 8 اجوان، عمل اسيستنت لاكثر من جونين، فطبعا دلوقتي في اكثر من عرض متقدمين له، واحنا لسه مستنيين الاجابه او الرد من النادي بتاعه. برونو فريتاس صحفي بجريده ريكورد البرتغاليه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الصحيفه اللي انفردت بخبر تراجع النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب يعقوبو اللي كان من المنتظر أن ينضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الحالية. أنا بشكرك شكرا جزيلا.